اليوم مصر تحتفل بالذكرى 42 لتحرير سيناء، تلك الأرض التي تحررت بالحرب والدبلوماسية والتي ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشها. بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، نجحت الدولة في خلق واقع متميز وملموس على أرض الفيروز بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال عقد من الزمن. إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه.